صباحكم الله بخير والسرور. وصلنا لمرحلة تركيب الهليكوبتر، مثل ما نشوف البلاطات جاهزة. نبتدي اليوم التركيب. طبعا الكرين عندنا 60، تشوفون الحين شلون التركيب والطريقة المثلى. شوف يوزن الشخصين، يوزنون سيئ. كذا وضع البلاطة. من كل الهليكوبتر مركب هنا، هذا القطع تنحط تحت الهليكوبتر، عبارة عن بلاستيك. شوف الترقيم هنا، بوريكم الحين الخريطة بعد شوي. شوف البلاطة جات هنا، هذا البلاطة رقم 2. شوفوا، حط هذه القطعتين مباشرة بالبلاستيك، تنزل البلاطة بشكل طبيعي. الحين تشوفونها، هذا عندك القطعتين الثانيين. طبعا انا وضعي خطير جدا، انا قاعد تحت البلاطة، يفترض ان انا اكون بعيد. شوف التركيب واضح من هنا. يلفها. ما في مشكل، احنا قاعدين نساعدهم. هناك في ماسورة عندنا. اوكي. داون. يو كاتينج فور بايب هير؟ اوكي. لاحظوا هنا شلون قاصين حق الماسورة. ماخذينها حسابها بدقة. يا سلام عليك. شلون بيتعامل مع المواسير؟ طبعا مجهزين لهم سكينهم، المواسير هذه والعمود. لاحظوا هذه 38 مثل ما قلنا عشان امتداد التصوير. طبعا انا قلت لكم هذه حق الليفل، في عدة مقاسات. لاحظوا سنتي، 2 ملي، 3 ملي. جميع المقاسات موجودة عشان يحافظ على الليفل، المستوى يكون ممتاز بشكل جيد. 10 ملي، لاحظتوا هذه المقاسات كلها مختلفة. طبعا عندنا ماسورة هنا بياخذ حسابها نفس الشيء. Thank you.
كسرون قليل هنا، نشوف هذا مفرغ من الداخل كليا من السدادات هذه عشان ما تدخل فيه الخرسانة اثناء صبغة. هذا البيرنج اللي شد الكور كامل، هذا ما يجوز انه ينقطع في اي حال من الاحوال. بعدين نكسر الخرسانة، ما يقرب من البيرنج هذا. لو معنا الشد نفسه اللي يستخدم في البستنشن اللي هي الطريق، المنطقة هذه الحين نأخذه بعدين نركب هذه البلاطات مثل ما هي مرقة ما تجي، مثل ما نلاحظ 35 هنا، هذه 35 وهذه 36 وهذه 36 أفهم منه، وهذا 37 وهذا 37 يمشي لين يخلص الآخر. طبعا هنا بعد ايضا بركب نفس الشيء، هنا في الاربعينات انا قلت اعلى بحر، هذا هو اعلى بحر هذه المنطقه اللي يذيل منها، اللي تجي تقريبا 7 متر او 6 متر ما شاء الله. سكرنا السد في خلال ساعه تقريبا هالمنطقه هذه، طبعا شغالين هنا الحين. طبعا نشوفهم، خلينا نشوفهم راح من هالطريق على كل هالأقفار. أخذنا ساعتين تقريبا من بدينا التركيب، وهذا اللي ركبنا هذه المساحة مقاربة للنص تقريبا، النص تقريبا مقاربة للنص في خلال ساعتين. احنا لازم نخلص قبل الساعة 12 الجماعة صايمين، احنا صايمين. الله صراحة طويل، لحظة اشتقد عليه يعني، ما تعدى المسافة 10 سنتي على جسر المسافة. القبل الأخيرة ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. طبعا هنا تسوي تفريغ حق الماسورة عشان تدخل المواجهة. يلا روح لا يحرك هذا، لا يحرك، بس داون هذا يمين شمال مشكلة هذا. يلا روح روح. طبعا انا عندي حل اسهل بس ابي اشوف ايش يسوي لنا. اقدر اشيل الماسوره وادخلها بعدين. سيدا يلا يا سلام عليكم، نجحوا في الاختبار. شغل قصه هنا بنت مدينه العمود صراحه شغل بيرفكت، نجحوا في الاختبار. يلا اخر بلاطه من تحت عشان جينا ناس البلاطه الاخيره. اوكي الحمد لله. أوكي. كل الامور تمام، كيرف هنا تمام، كل شيء بخير الحمد لله. هذا صبا طبعا، هذا هنا هايلايت مسوي، والله يبارك ان شاء الله. يلا نشوفكم على خير.